والله سعالي زمان من 58 انا بشارع حلب. والله الحمد لله فضل من الله. والله شويه ضعيفه ساعتها بس ان شاء الله بلكها العيد. الامورات شويه تعباني، الرواتب موكول، الامورات شويه تعباني ان شاء الله بلكها العيد تسليم الرواتب. ماي وكهرباء موجود متوفر، كل شيء متوفر. ندعو اخواننا اصحاب المحلات المجيء الى شارع حلب وتعمير المحلات مالهم، وان شاء الله بيها مستقبل، وان شاء الله يعني يتحسن الوضع وتكون افضل من هذا بعد. وهذا اللي نطلبه منهم، لانه الحقيقه احنا قليل فتحنا، بس لازم يكون كل تلم فتح، الشارع كله يفتح. كم هي عدد المحلات اللي هذا؟ هسه تعادلنا حوالي 10 ماكو. 10 محلات؟ اي 10 محلات. يجيكم اللي يسمى باكل نعم يجونا 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 من كل الاطراف يجونا. انتم مختصين بالدجداشه؟ نعم دجداشه. نعم دجداشه. صيني، كله صيني، كله مستورد من الصين. والله اول ما انا كنت خياط لكن بطلت من الخياطه بالثمانين وعم بيع الجهاز كله قليل. كله على الجهاز كله. والله نحن جينا تقريبا قبل احداث كورونا، فتحنا وتوكلنا على الله سبحانه وتعالى، والحركه التدريجيه ان شاء الله تعود للشارع. اكو اهمال شويه حكومي، يعني تقصير حكومي كثير، يعني خصوصا تعويضات وما تعويضات لاهل الاملاك والعمارات. انا اعتبي بس على كل من انه عمر محله وكمل محله وعزل ما فتح، يعني اذا ما ابو المحل هو يرجع ويعمر ويرتب محله والشارع ما يرجع، لان ابو المحل هو اساس الشارع. يعني هسه اذا تروح الدواسي على النبيشيد كلهم رجعوا بجهود ذاتيه، يعني الدعم الحكومي جزاهم الله خير بلديه الموصل، يمكن رتبوا الشارع عملونه مثل ما تشاءون، بس الخراب كثير. يعني دعم الحكومي خصوصا لاهل الاملاك العمارات شبه معدوم، يعني كله نحن هسه هذا تعمير محلاتنا من جده وجديد بجهود ذاتيه. ما تقول احد ساعدنا فلس واحد يعني، والحمد لله والشكر. والله نوعا ما ضعيف، والسبب يعني سبب احنا اهل المحلات، يعني كل من معزل محله وينتظر الشارع يتحسن، اذا انت ما تيجي تفتح شلون الشارع يتحسن؟ فيعني اطالب اهل المحلات بصوره خاصه اللي عمر محله تحديدا، اللي عمر محله يجي يتوكل على الله ويفتح، والرزق بيد الله سبحانه وتعالى، نحن نسعى والباقي على الله سبحانه وتعالى. والله جدا مناسبة، يعني نحن عم نبيع بأسعار جدا مناسبة في سبيل جذب أكثر عدد من الزبائن اللي عندنا، ونحن عندنا معايير قدامى، يعني نحن من 81 هون بشارع حلب. احنا عمرنا يعني محلاتنا وفتحنا، وكم محلات بعد ما فتحوا، نطالب منهم يجون يفتحون. ويعني نطالب بفتح ساحة باب الطوب، وأهل الخضروات والعرباية كلهم إن شاء الله يرجعوا يفتحوا. والإقلاب شوية ضعيف. نطالب يعني من العالم يعني يجونا. واحنا مفتحين يعني كثير محلات مفتحين. والله اسعارنا يعني حير جيده جدا، ما غاليه يعني. والله الصراحه يعني ما عندهم دعم حكومي، ما حد عوضهم يعني صراحه. تعويض يعني اكو عالم ينتظرون التعويض. انتوا فتحتوا على حسابكم؟ اي والله على حسابنا، عمرنا المحلات وفتحنا.